شهد حالة من الذعر هذا الأسبوع والسبب واتساب، والشارع المصري في غضب بعد انتشار تحدي جديد على تيك توك. وإذا كنت تتساءل عن كيفية إدارة صفحات شركتك على السوشيال ميديا، ففي فقرة تيبس سنقوم معا بذلك. أنا حنان الكبت سأخبركم بكل ما سبق في حلقة جديدة من دبل كليك. العالم هذا الأسبوع حالة من القلق، تحديداً يوم الثلاثاء. كانت الناس بكل بساطة تقوم بإرسال رسائل على الواتساب، وفجأة ظهر هذا الشكل، شكل الساعة، يعني رسالة لم ترسل للشخص الذي كنت تتحدث معه. بالنسبة لمعظم الناس وأنا منهم، كنت أظن أن هناك مشكلة في الواي فاي أو في خدمة الهاتف، لكن عندما فتحت تويتر رأيت الكم الهائل من التغريدات التي انتشرت هناك، وأن المشكلة ليست متعلقة بي فقط. بعض هذه الأمثلة نراها الآن على الشاشة. بالفعل يوجد عطل، هل هذا العطل سوف يدوم وإلى متى؟ وتعليقات أخرى تبرر موقف أن الواتساب لا يعمل لديهم. هنا علمنا أن واتساب توقف عن العمل على مستوى العالم. داون ديتكتر هو موقع يراقب انقطاعات خدمات الانترنت، نشر تغريدة له على تويتر قائلاً أن اكتشاف العطل لأول مرة جاء في حوالي الساعة 3:17، يعني قرابة 3:15 صباحاً بالتوقيت الشرقي. مجموعة متى المالكة لواتساب أكدت أن عطلاً عالمياً طرأ على تطبيق المراسلة، وأنها تعمل على إعادة الخدمة بأسرع ما يمكن. واتساب عاد للعمل في وقت لاحق بعد توقف دام لساعات إثر خلل فني. لكن إذا فكرنا قليلاً بمدى تعلق العالم بواتساب، يعني الجميع كان في حالة من الدهشة. لا شك أن تيك توك يعتبر منصة عالمية تهدد عرش باقي منصات التواصل الاجتماعي. في البداية كان الأمر سهل وممتع، نشاهد فيديوهات صناع المحتوى وهم يرقصون على أغاني ترند. لكن التطبيق أصبح شعبياً بدرجة استثنائية خاصة بين جيل الشباب، وكثرت التحديات الخطرة التي تسببت بوفاة العديد من الأشخاص حول العالم، وهناك مطالبات بوقف هذا التطبيق في عدد من الدول. آخر هجوم على تيك توك كان مؤخراً بعد انتشار تحدي حبس الأنفاس، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في مصر تحديداً بعدما انتقل هذا التحدي من شاشة الهاتف إلى أرض الواقع. تحدي حبس الأنفاس وصل إلى مدارس مصر. نحن نتحفظ عن نشر أي فيديوهات برغم من أنها كانت فايرل على السوشيال ميديا، لكن لكي لا نساهم في نشر الفيديو بشكل أكبر. وزارة التربية والتعليم المصرية قالت في بيان عبر موقعها الرسمي أنها رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بممارسة التحدي، وخلال خطوات التحدي يحدث حالة من الإغماء تعرض حياة الطالب للخطر. لكن بالفعل ما هو هذا التحدي؟ تعتمد فكرة تحدي حبس الأنفاس أو تحدي الموت كما يسميه البعض على التنفس بسرعة كبيرة ثم كتم النفس أطول مدة ممكنة، في حين يقوم الشخص الآخر بالضغط على منطقة الصدر وتحديداً القلب، وهذا ما يؤدي إلى الوصول لحالة الإغماء للشعور بالموت ثم العودة للحياة. للأسف هذا التحدي أدى لوفاة الطفل البريطاني آرتشي باترسبي قبل شهرين. الطفل البالغ من العمر 12 عاماً لم يستعد الوعي بعد حبس أنفاسه، وبعد أن وصل التحدي إلى مصر وبدأت الفيديوهات تنتشر في المدارس، هذا الأمر أثار مخاوف وغضب الشعب المصري مطالبين بوقف تطبيق تيك توك في البلاد. هناك بعض التعليقات، ولكن هذه المرة من فيسبوك. يعني رأينا بعض التعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا وخاصة فيسبوك. لكن سؤالي للأهالي اليوم،
هل لديكم الوعي والإدراك الكافي لتوجيه أبنائكم بالطريقة الصحيحة؟ على هامش زيارة أردوغان لإلهام علييف في أذربيجان هذا الأسبوع لافتتاح عدد من المشاريع في المنطقة، انتشر مقطع فيديو للرئيسين معا على منصات التواصل الاجتماعي. في الفيديو نرى رئيس أذربيجان إلهام علييف يقبل تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويرفع الأثقال وسط ضحكات وتصفيق الحضور، وظهر علييف وهو يقول إذا كنت تريد أن أرفعها فأنا أستطيع، وسأله أردوغان هل أنت جاد، ليرد عليه قائلا أعتقد أنه يمكنني رفعها، ثم خلع سترته وقام برفع الأثقال وسط تصفيق من أردوغان والمرافقين لهما. في الأسبوع الماضي رأينا ناشطون بيئيون من حركة Just Stop Oil قاموا بتخريب لوحة دوار الشمس بصلصة الطماطم. هذا الأسبوع قام شخصان من نفس الحركة بإلقاء كعكة شوكولاتة على وجه تمثال شمعي لملك بريطانيا تشارلز الثالث في متحف مدام توسو للشمع في العاصمة البريطانية لندن. In the words of the creed, the science is clear. The demands are simple. Just stop oil. هذه الاحتجاجات لم تحدث فقط في بريطانيا، ففي ألمانيا حدثت نفس الظاهرة. الو ألقى نشطاء البيئة حساء البطاطا على لوحة شهيرة للرسام كلود موني يقدر ثمنها ب 110 ملايين دولار في متحف ألماني للمطالبة بعدم استخراج الوقود الأحفوري حفاظاً على البيئة. تعود اللوحة إلى عام 1888 وحدثت لها أضرار طفيفة فقط لأنها كانت مغطاة بالزجاج أيضاً. هذه الصورة لآثار تعود للزمن القديم، لا أعلم كم تبلغ قيمة هذه الآثار، ولكن ما أعلمه هو أن هذه الصورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع وتحديداً في مصر. ضجة واسعة في مصر بعد الإبلاغ عن سرقة آثار من متحف كلية الآثار في جامعة سوهاج. وزارة الداخلية المصرية كشفت عن ملابسات هذه الحادثة وتم إلقاء القبض على الفاعلين وهم طالبان وطالبة بذات الجامعة ووالد أحدهم والذين اعترفوا بارتكاب الحادث في مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة. الطلبة سرقوا 59 قطعة أثرية من متحف جامعتهم من إجمالي 674 قطعة موجودة وهربوا إلى الخارج باستخدام أكياس بلاستيكية. طبعاً رئيس الجامعة سوهاج أوضح أنه تم إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلبة إلى مجلس تأديب فوري تمهيداً لتوقيع أقصى عقوبة عليهم وأن هذه الأفعال لا تمت بصلة بسلوكيات الجامعة، يعني فعلاً كانت حادثة كالأفلام. شاهدوا هذا الفيديو الذي انتشر بكثرة على السوشيال ميديا لطائرة تابعة لكوريان إير تخرج عن المدرج في الفلبين. شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية صرحت بأن رحلتها التي كانت تضم 173 راكباً تعرضت لحادث خروج عن المدرج أثناء هبوطها في الفلبين، وتم إخراج الركاب من الطائرة دون إصابات. رئيس الشركة قال أنه سيتم إجراء تحقيق شامل لتحديد سبب هذا الحادث وأن الشركة لا تزال ملتزمة بالوفاء بوعدها لتقديم رحلات آمنة. تم اصطحاب الركاب إلى 3 فنادق محلية ويجري ترتيب رحلة بديلة لهم، يعني الطائرة حاولت الهبوط مرتين في طقس سيء وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج مع الأسف.
إدارة مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح مجالاً متنامياً، وهناك الكثير مما يجب التفكير فيه. إذا كنت تتساءل عن كيفية إدارة صفحات الشركة الخاصة بك على السوشيال ميديا بشكل احترافي، إليك خطوات تساعدك في فعل ذلك. أولاً، يجب الإجابة عن الأسئلة. مع تزايد عدد العملاء على منصات التواصل الاجتماعي، تحتاج الشركات إلى القيام بأكثر من نشر التحديثات الخاصة بها. ثانياً، اجلب الناس إلى الموقع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض الأحيان، قد تنسى الشركات أحد أهدافها الأصلية لبدء استراتيجية اجتماعية، أي جلب العملاء إلى الموقع عبر الإنترنت. وثالثاً، استخدام قصص حول كيفية استخدام العملاء للمنتج الذي تقدمه. لا تقم فقط بنشر الصور والفيديوهات، بل شارك صور العملاء لمنتجاتهم التي قاموا برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي. رابعاً وأخيراً، الصدق هو السياسة الأفضل. إليك ثلاثة نصائح للتعامل بشفافية مع جمهورك. إذا لم تكن متأكداً من كيفية الرد على شيء ما، ابحث أولاً عنه مع الفريق. ثانياً، تعامل مع الانتقادات والشائعات ولا تتجاهلها أو تتهرب منها. ثالثاً وأخيراً، رد على الأسئلة والاستفسارات بصدق، ففي بعض الأحيان قد تضطر إلى الكشف عن معلومات التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، وذلك من أجل تصحيح الموقف. ولا تنسوا طبعاً استخدام حس الفكاهة على السوشيال ميديا والإبداع من خلال استغلال مميزات كل منصة من ستوريز لهاشتاغز، ريلز وفيديوهات قصيرة. بهذا تكون قد عرفت كيفية إدارة صفحات شركتك على السوشيال ميديا. هل تتابعون CNBC عربية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ موقعنا الرسمي cnbcarabia.com، ولمزيد من الأخبار تابعوا أيضاً صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أراكم الأسبوع المقبل.